رجع وزين سلاح تيابك ونام. حاسس فيك من أول ما صرت تتسحب بدك تلبس تيابك. فيك تفهمي لوين رايح بنص الليل؟ وين بدو يعني؟ على شغلي. شغلك قلت لي. أجل لي شغلك شوي وروح بدنا فنجان قهوة خلينا نحكي كلمتين على رواق. بدي أشوف رايك بنص الليل. بعدين قهوة هلا. غريبة مو؟ بس الأغرب الشغل بنص الليل. اسمع أبو زين، أنا زلمة تعبان كتير وناقصني أحمل هم تاني فوق همومي. هاي الشغلة بدك تنساها خلاص، عيب. والله بعرضي ما عاد عم بعرف شو هو العيب. شغلي أنا بنص الليل هو العيب ولا اللي عم يسووا فينا هنن هو العيب؟ امبارح راح والحارة انهدت ومشي حالها، بس لساتها عايشة بقلوبنا. خلينا نفكر ببكرة. تعرف لك أبو الزين، أنا مبسوط كتير بجيتي لعندك، والله بشرفي. يعني رغم كل شي عم بيصير معي، بس تذكرت لما شلت أغراضي من نص الحارة وحطيتهم عندك ببيتك. فتحت لي بيتك وكنت حضن أمي اللي دفيت فيه طول فترة الشتوية. تذكرتك يوم كنت تخصط لي عند أبو حزام مشان هي غرفة الجرباني وهو يقعد يطمقطع فيني. تذكرت حسام، تذكرته هو ومواويله اللي كان يسرع فيه الحارة وخناقاته مع أبو مقدار. عرفت إن حسام توفى؟ لا يا رجل، شو عم تحكي؟ شفت واحد من الحارة، أبو محمد جارنا، عرفته؟ إيه. قال لي إنه عمل حادث على طريق بيروت. إيه شو صار؟ شو صار؟ كان في حسام وما عاد فيه. هاي الدنيا. يا حرام، شو ماشي؟ عزيته لأبو حسام؟ آه والله. لك عاد شي ألف مرة كان بدي روح وما روح، ما بعرف شو يصير. ما أدري شلون الدنيا يا رجل، هيك بتبلعنا وبتنسينا كل شيء. لا 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 يا حسام، يا حرام يا ضيعان الشباب، مثل الوردة راح. على أساس الموت بيعرف شوكة ووردة وكبير وصغير، ما كله بساعة القضاء بينحط بالمكنة وينفرم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لازم نروح لعند أبو حسام، بدنا نعزيه ضروري كتير، بلاقيها قد الدنيا. لك والله ألف مرة كان بدي روح، بس ما بعرف، ضل راسي ملخبط. اسمع، ما بدنا نأجل، بكرة بدنا نروح. خلص، قول إن شاء الله. ومش لاح تيابك وعمل لك فنجانين قهوة، بدنا نحكي بالجاي أبو الزين. وهي طلعتك بالليل بدك تنساها من اليوم، مشاني، مشان أخوك جابر. أنت ببالك أنا عم بطلع مشان مصاري لك جابر؟ لك مشان شو عم تطلع؟ لك من قهري، مشان فش غلي، مشان فشه لخلقي. اشلاح تيابك واعمل فنجان قهوة، وتعال خلينا نفش خلقنا ببعض أحسن شي. خليني ساعدك أبو الزين، خليني ساعدك. يا حرام يا حسام.